السلام عليكم، مرحبا فيكم في فيديو جديد من لعبة Little Nightmares الجزء الأول. في الفيديو اللي راح بدينا في الإضافة وخلصنا الشابتر الأول من الإضافة، واليوم إن شاء الله بنلعب الشابتر الثاني من الإضافة اللي هو الهايد أواي. إذا ما أنت مشترك في القناة اشترك وحط لايك للفيديو ولا تنسى تفعيل جرس التنبيهات، ويلا بدون مقدمات زيادة خلونا نبدأ. اوكي، زي ما تشوفوا في الشابتر او الحلقه الفيديو اللي راح، الولد انقبض عليه، وهذا اللي يصير للاولاد اللي انقبض عليهم، ينحطوا في كيس ويروحوا الى المطبخ. بس هذا قاتل وهرب مره ثانيه، هذه المره الثانيه اللي هرب وطاح هنا، وبنشوف ايش بيصير في هالشابتر. الولد توضع تمام. اها، النومز. هذا الشابتر طبعا بيكون مخصص الى مخلوقات النومز. هربوا. هذا احنا نزلنا على فحم، هذا مكان فحم وما فحم. الو واحد تعال، وينكم؟ كم باك، تعال. Come back. Come back. وانت. اها. الحبيب علقة في الباب، ما يقدر يطلع. ساعدتك. احنا اصدقاء، ما انا عدوك. احضنا بصير صديقنا اتوقع، اذكر. اذا حضنته الحين تقدر تستخدمه عشان تفتح الباب. يلا اوب تت 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 تت. نايس صديقي. اوكي، طبعا هالرسومات اللي نشوفها طول اللعبه مرسومه من النومز. النومز هم اللي يرسموا هالصور. اتوقع نحتاج ان نسوي لك اوبا. نايس. الحين نفتح الباب. نايس، شكرا. شوفها النومز والاطفال، وهذه العين اللي نشوفها في كل مكان في اللعبة. يلا تعال ساعدني ندف هذا، او ندفها من هنا. لا، ندفها من هنا حبيبي، ساعدني. نايس، ممتاز. شوف صور زيادة، نفس الصور اللي شفناها في الجدار اللي برا. نشوف نوم محبوس، نحتاج ان نساعده. هذا شكله داخل النوم. كم باك. بنا وين الثاني اللي كان معاي؟ ما جا. نحتاج الثلاثة. اركب. وين الثاني؟ تعال، ايش فيك؟ يلا تعال، احتاجكم كلكم. يلا ساعد صاحبك وطيحوا الشنطة لي لو سمحت، ما تقصرون لو سويتوا كذا. ايوه، نستخدمها ونركب هنا ونساعد النوم المحبوس. يلا ما في دلاء، خلاص انا صديقكم ما انا عدوكم، احتاج انحاشوا مني. اذكر ان هنا في سر. رسومات زيادة. العين في التلفزيون، هذه السكس، وهذا الجانيتر. اخذنا الغارورة. رسومات زيادة. نرجع من هنا ونكمل. يلا يلا، ليتس جو.
وين الباقي؟ انا اشوف بس واحد. يلا لا ايوه يلا ليتس جو يلا حرك بلا كسل يلا ندف الباب. محطوط لنا ايادي على الباب. نايس يلا هيا بنا يلا كلكم وراي هيا 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 بنا. هذا كأني ما استفيد من استخدامه الان، هذا اللي بعدين استخدمه. يس الحين وصلنا للمهمة الرئيسية. يلا وين الثالث؟ ثالث فيكم؟ تعال يلا حركنا يلا يلا يا اغبياء امشوا امشوا جننتوني. بعد يلا روح ابقى هذا. تعال انت وين رحت؟ يلا امشي يلا وراي يلا قدامي مو وراي قدامي انا تركت وراي ما بي. يلا امشي. هذه هي المهمة الرئيسية اللي نحتاج نسويها. اوكي هذا في نوم رابع. نشغل هذا اللي هو فرن، هذا يساعد في تشغيل السفينة. اتوقع اسمه فرن. الحين الحبايب يستخدموا الفحم عشان يحركوا هذا اللفت، بس نحتاج عدد اكبر منهم عشان اللفت يتحرك بشكل كامل. لحد الان اللفت يتحرك شوي، شوف ما يتحرك، لازم ان نحركه عشان نحركه. شوف هذا اللي فتح الباب هذا وهذه الجهة. نروح يا يسار اول شيء، تالي بنروح الى جهة اليمين. الحين يعني مهمتنا احنا ان نجمع اكبر نوم نقدر عليه عشان اللفت هذا او الآلة هذه تتحرك بشكل كامل وما توقف عشان نطلع من هالمرحلة. اوكي هذا المكان اللي شفت فيه الزر تحت عشان ينفتح. لو كملنا من هنا مغلق هذا. اوكي هذا ما نقدر نروح، لازم نركب زيادة. نجي من هنا ونركب. اوكي انني اراك اراكي يا غرشه يا قاروره. نايس. في شابتر اللي راح اخذت 4 من 5، واحده ما اخذتها. فالشابتر اذا شفتهم بحاول اني اخذهم كلهم، يعني مو لازم اني اخذهم. بوم هاي اذكر هذا ينكسر فانه بوم بوم بام. اهلا صديقنا القديم، نلتقي من جديد. الوحش اللي بيلاحقنا في هالشابتر هو الجانيتور مرة ثانية، لان هذا الشابتر يصير مع الشابتر 6 طيحت علي اللفت وقطعت ايادي. ليش 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 ليش؟ اوكي لا اعرف انا يبغونا نلهي عشان نجي هنا. ها نفتح هذا الباب. احنا حاطين له هذا عشان لو دسنا عليه ما يطلع منه صوت. اركب اركب اركب. المشاكل خلاص عاد. اوكي الحين نحتاج ان نشغل هذا. والحين نفتح هذا وننحاش.
باي باي جانيتر. لقاء سريع خفيف لطيف. اوكي الان يلا نشوف ايش نقدر نسوي هنا عشان نحصل النومز. هل في نوم هنا؟ اذا نطيت ينط وياك وبيطيح. بوم 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 بوم. نايس كم باك. تعال هذا واحد. احنا عندنا هناك عند الالفيتر اربعة. هذا يصير الخامس. الحين نحتاج ما ادري كم. انا ما ادري كم بالضبط نحتاج عشان نشتغل. 12 ممكن. اوكي نقدر نسوي نرميك عشان تنزل لنا الدرج. استناني تحت ما اشوف وش السالفة فوق هنا. عندنا هالمكان هذا ندخل ونشوف وش فيه. رسمات زيادة العين الجانيتر. وعندنا هذا اللي زي الكاميرا اللي حصلناها في الشابتر الثاني عشان نشوف كان مركز شو اسمه ترى مراقبة. هذه الغرفة اللي كان فيها الجانيتر أول ما قبض على سيكس. هذه غرفة التلفزيون. شوف هذا يحدد لنا الآن وين إحنا بالضبط في القصة بالضبط. شوف هذه غرفة أو هذا الليفت اللي حاربنا فيه الجانيتر بعد ما صار فيه شيء. يعني من كده الجانيتر الآن حي. وهذه سيكس توها الآن تعبر من مكان وحش الأحذية. ما في شيء خلاص؟ إيه ما في شيء. مامية ما في شيء. نستخدم العربة عشان النط. احتمال إنه يبغون نطيح العربة. نايس نتأكد في شيء. ما في. ترجع من جديد. طاحت. لا ما ترجع من جديد. اوكي ممتاز. الحين نرجع تحت. اتوقع نقدر نستخدم العربة علشان لا عشان نكمل ونحصل نومز اكثر عشان يساعدونا. بوم. نايس تعال حبيبي ساعدني دفها من هنا. لا دفها وياي. ليش شو اسمه دف ضدي يا أهبل. اي في قارورة فوق بس ما نقدر نوصل ليها اتوقع. ايه ما اقدر اوصل لهذا. اتوقع نحتاج نحصل نوم. اوكي شفنا النوم تحت في ايه. لو قلت لي اوب ومسكته. اخ تعال. اوكي ما طول علينا. تن تن ترنن. اوكي الحين نحتاج عشان نفتح نشغل هالآلة. نايس الحين اتوقع لو جينا كده بوم. تعال يبغانا نطلع من هناك. اطلع تعال. نايس حضنتك بالله ينزل عشان لا اطار دوعه من راسي. كذا يكون حصلنا ثلاثة زيادة فيصير العدد كله سبعة او ثمانية. ممكن ثمانية. يلا هيا بنا. يلا امشي بشي لا تقعد يتم المكان. تخدمك عشان نفتح الباب. نايس
قبل لا نروح ندخل العربة عشان اخذ القارورة. نايس. ممتاز. وبوم اخذنا القارورة الثالثة في اللعبة. لحظة. الثانية ولا الثالثة؟ كانت الثانية. او في الشابتر. يلا. خلونا ندف العربة عشان نطلع من هالمكان. يلا. 1 2 3. دف. لا لا تمسك هم. دقيقة تعالوا منه عشان اشوف انا بالضبط. اين اقدر اشوف؟ يلا يلا ساعدوني. ممتاز. يلا هيا بينا. كده قدرنا نرفعها عن هالمرتفع او ندفها على المرتفع بما ان ثلاثة. بس اللي اعرفه ما نقدر نكمل. وحاطين لي ايادي على الراس يعني اقدر. لا وقف وقف. اقدر اني اتسلق هنا. Come on man. Come on man. Okay nice. نركب هنا وبوم. نبغى نفتح الباب ها. نايس. لا لا تموت. اوكي يلا اختصرنا. نايس كده فتحنا الباب. يلا ندف هذه عشان اوف الباب المسكر هاي نبغى نكسره من جهة ثانية. يلا 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 انتبه دف. لا تصير كسول. نايس. ممتاز. يلا واحد اثنين ثلاثة هدوا. نايس. في هنا شيء مغبي؟ ما في. ايه. وين الثالث؟ امشي. الاي اي هنا. رجعنا هنا. الحين نعرف ايش نحتاج هذا سبب ايش اسمه او ليش نحتاج هذا عشان ننزل النومز منه. بوم رجعنا. انزل. لحظه في طريقه اني انزل اسرع. نايس. بوم. الحين اذا جينا هنا ننزل النوم. بوم. نايس. يلا ليتس جو. يلا يلا حي على العمل. يلا الى العمل. يلا حركوا. واحد اثنين ثلاثة. يا بيصير عندي سبعة يعني احتمال ان نصير عشرة. يصيروا عشرة. اوكي الحين. اوكي الحين رجع اشتغل اقوى بس للحين مو كافي. فالحين جا دور ان نروح يمين. Come back. Come back. هذا الثامن. يلا الى الشغل حرك. هذا عالق هنا. تعال. هذا اثنين اوريدي. باقي لنا يمكن واحد او اثنين. يلا الحين نروح من الجهة. انتظروني هنا لما ارجع واجيب كم واحد من اصحابكم. اوكي. عندنا هذا.
ايش اوكي واحد منهم ما يشتغل فنحتاج فيوز اتوقع هذا فيوز ثاني طبعا اذكر انه من قابل الوجه المألوف مره ثانيه نقابل الحبيب روح يسار روح يسار روح يسار هذه المرحلة تخوف شوي ظلمة ولازم تستر وما يسمعك تتختل تستر اخي هنا في حجر بيفضحني لو دس عليه اوكي ممتاز هنا بعد في غرشة او قارورة ورا هالدرج شوي شوي بس حبيب الحين قاعد يدور هذا ما عرفت ليه الا 6 قصت ليه الايادي حقه وفكتنا منه الحين نركب هالدرج ممكن يا حبيبي تخفض صوت نفسك شوي مو لهالدرجة مغطي نص الشاشة الحبيب شوي شوي بس معنى ها وال شوي بيصيدني سلامة مع السلامة باي باي بالانجليزي بالانجليزي جود باي هلا فاضي وانا سوي يمكن يبغونا نتسلق بس ما نطالبونا هذا موجود شوف الايادي الموجودة على الكبت يعني نفتح هذا نجيبهم بوم 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 ممتاز نكمل ونشوف وين نروح واو اي نبغى نروح هنا ها اوب نايس اوكي هذا هو الفيوز نحتاج سوينا اوب يفتح المكان قبل خلينا ناخده خلاص محتاج نقدر الحين ناخده ننط من هنا بس نايس الحين از لولي وين هو؟ اسمع صوته بسرعة 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 يا حمار انقلع من ذيك الجهة الحين لا تقرب الدور ما شايف شي انا لا 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 روح ممتاز 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 اوكي شوي شوي انتبه انتبه لا تدوس على اي من هالاشياء الموجودة على الارض عشان لا يسمعك بس اذا قربنا بنعطيها الركضة وبننحاش باي باي يا حمار روح 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 روح
ايه مع السلامة. لا يا حبيبي خلاص هربنا منك. نايس. في ثلاثة هذول. تعال 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 يا ملعون. هذا ايش نستخدمه؟ خلينا نحصلهم اول شيء. اسمع صوت المجر خليك اخر شيء. اوكي خلينا نفتح المجر. ما انا شايف الا هو وهذاك الثاني اللي قاعد يرسم. اوه اثنينكم هالمرة. ها كم باك. تعال تعال يا ابن الذين. تعال فتك يلا خلاص. وين الثاني اللي هنا؟ وين راح؟ هذا هو الاثنين. باقي لنا اللي قاعد يرسم. كنا نحتاج ان ندف هذا. تباعد انت يا تباعد. قلع منك. استنى منك. سالفتك انت. روحوا ابا. محتاج انه يروح من قليها. نايس. كم هير بوي. كده خلصنا اتوقع. وصلنا للنهاية. بس هنا في سر اذكر فوق. بس دقيقة. انت ليش متغبل هنا داخل هنا؟ هنا لو ركبنا فوق. لا اكيد كل هذا عشان غرشه. يلا مو مشكله. اوكي كده حضنا الثلاثه وخدناهم او وصلناهم. الحين اتوقع نحتاج بوم بوم ونحط الصندوق ممكن عشان يمسك الباب. يا ليش يعودون من جديد مرة ثانية؟ الله ينعلكم. يلا تعالوا ليتس جو. يلا ايوه يلا الحين واحد واحد بعد نحملكم. اوكي اوكي لا تستعجل حبيبي لا تستعجل. اوبا اوبا دورك انت. يلا كذا يكون خلصنا. خلصنا لا مو تقريبا خلصنا خلصنا. نايس يلا ليتس جو.
افتح هذا الباب لو سمحت. نايس يلا ليتس جو. هذا الاثنين، واحد ثلاثة أربعة خمسة، وين الخامس؟ يلا ليتس جو يلا، هيا هيا إلى العمل، هيا هيا إلى العمل يلا يلا قدامي كده. يصير خلصنا ها؟ نايس. شوف العداد وصل حده الحين. شكرا حبايب، مع السلامة. بس قبل لا نخلص بنكتشف سر، سر مخيف. وشوفوا السر يا ترى. هذا نوم زيادة، تعال. مكان فاضي، نحاول ندفع الشنطة. ما نقدرش. أهلا أصدقائي، ساعدوني. Let's go. أوه أربعة. خمسة. النوم كثيرين في السفينة. شكرا. وحين تدري ليش اكتشفنا سر النوم؟ لاحظ الظل، لاحظ ظلهم. راجينا لهذا. شوف 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 الظل. هي بس ايوه. دورة دورة. النومز هم في الأصل أطفال، تحولوا أحد حولهم إلى نوم. من هو يا ترى حولهم إلى نوم؟ بنكتشف في الشابتر الأخير من الإضافة. أوكي يلا خلونا نكمل. أتوقع خلاص وصلنا إلى نهاية الإضافة. صوت ليفت. احنا فوق ليفت. اوه بنواجه الليدي في الشابتر الاخير من الاضافة. وتدري عن وجودنا، رفعت راسها حاسة فينا. وصلنا الى نهاية الشابتر الثاني من الاضافة في لعبة كوابيس صغيرة الجزء الاول، وان شاء الله في الفيديو الجاي بنخلص وبنلعب الشابتر الاخير من الاضافة. لا تنسى تحط لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات، وان شاء الله بشوفكم في الفيديوهات الجاية. مع السلامة.